طيب نبدأ بقى كده نتكلم عن الدوتش بول، لأن مش منتشرة، أو يمكن مش العيب مش فيكو، يمكن العيب في التغطية الإعلامية، العيب في المتابعة، إن مش ناس كتير عارفة عن الرياضة دي. فخلينا نفهم في البداية، لو هبدأ بيك مسيو جون، صح كده؟ جوم، جون حلو، جون ميلر، تحس اسم فنان أمريكاني. ربنا يخليك. هل اصلا كنت بتلعب الرياضه دي؟ يعني خلينا نعرف اصلا عنها ومشاركتك معاها من امتى. احنا كنا بنلعب الرياضه دي زمان جدا في المعسكرات الرياضيه، بس برولز مختلفه وكور مختلفه وطرق مختلفه. وبعدين بدانا من 2012 انا ودكتور عمرو محب ان احنا نحاول نعمل الرياضه بشكل اوفيشيال في مصر. طبعا دكتور عمرو محب، عايزين بس نديله كل التحيه، وحشنا كمان طبعا، كان مترجم الاول للفريق الاول، مدير الفني الموسيماني والفترات قبل كده، فيعني جميل برضه ان الواحد يشوفه في مركز محترم زي كده. اكيد اكيد اكيد. ابتدينا عملنا شبك وعواميد حديد، وابتدينا ننزل مراكز الشباب ونحاول نعرفهم اللعبه. طبعا الموضوع بالنسبه لهم هو جديد. ايه ده. وبعدين انضم معانا كابتن هاني نبيل، وابتدينا نتواصل مع الاتحادات بره. وعلى 2016 طلعنا اول كاس عالم في انجلترا، ودي كانت اصعب فتره في حياتنا يعني في اللعبه، لان احنا طالعين بنلعب مثلا هنا بكور كبيره قد كده على ملاعب رمل، هناك لقينا بقى صاله هو مغطاه اصلا كمان انجلترا البلد النشأة زي ما انا بالظبط عارفه كده. للعبه دي. بالظبط. فكان في فرق شويه. فرق كبير في كل حاجه، هم بيلعبوا في الجامعه وجاهزين وعندهم فرق، واحنا يعني لسه بنشوف اللعبه بتتلعب ازاي اوفيشال يعني. طيب ايه اللي حببكم في فكره برضو ان هي تدخل يعني عندنا مصر؟ احنا انا عارفه برضو ان هي من 2012، بس يعني ايه الفكره، ايه السبب ان تدخل عندنا الدوتش بول مصر؟ يعني هو احنا كنا بنلعب الرياضه دي زي ما جو قال، بنلعب بقالنا فتره كبيره للرياضه دي. كنا بنلعبها في معسكرات رياضيه. اللي حببنا فيها ان احنا كنا بنحبها، ان هي رياضه جماعيه، كنا الناس بتتجمع فيها بنلعب مع بعض، فكانت رياضه ممتعه ان احنا بنلعبها. بس لما عرفنا ان في كاس عالم 2016، فابتدينا طب ليه يا جماعه ما تيجي نروح نجرب نلعب الرياضه دي. احنا طبعا اول ما رحنا كنا اول مره نمسك كوره الدوج بول الاوفيشال، الكوره اللي احنا بنلعب بيها، كنا بنلعب كور صغيره قوي، فكانت زي ما جو قال كانت صدمه علينا رهيبه يعني. بس اللي حببنا اكتر واكتر اكتر ان لقينا ان في كومبيتيشن، لقينا في ناس عالميه بتلعب الرياضه دي، ان هو لا دي رياضه يعني، في ناس واخدين الرياضه دي يعني دي كاس عالم، ودي رياضه مهمه جدا في حياتهم. فلما رجعنا من 2016، احنا طبعا 2016 كانت صدمه كبيره زي ما جو قال يعني. بس فلما رجعنا كل اللي سافروا قالوا لا احنا عايزين نعمل حاجه للرياضه دي، ودي كانت نقطه التحول ما بين ان احنا كنا بنلعبها في هواه او معسكر على المستوى حاجه هواه بالظبط. بعد كده لرولز بقى واحتراف وبتاع، بس فتره بالظبط قليله بنتكلم ان احنا فزنا بكاس العالم، يعني برضو لو من 2012 بقى، انت قررت من 2016 تشارك، ده انجاز الى حد كبير برضو، مش حاجه سهله. بتتكلم في 8 دول على مستوى القارات كلها تشارك، ومجهود كبير جدا يعني. احنا طلعنا انجلترا وبعدين رجعنا عملنا دوري عشان ناخد عدد اكبر ونعرف الناس اللعبه، وعملنا بطوله افريقيا في مصر، وبعدين سافرنا امريكا لعبنا كاس عالم تاني، طلعنا من اخر فريق للمركز الخامس، النهارده طلعين الاول. ففي مجهود الناس والشباب اللي معانا بصراحه يعني، لا والمدرب الناشئين اللي معانا برضو، صح ولا غلط؟ اعتقد ممكن يبقى في تصليح، هو يعني هنا لعيب في الاصل، لعيب ما بتدربش اصلا دلوقتي؟ لا حاليا لا. اوكي. طب انا عايز اسالكم على حاجه برضو، ازاي قدرتوا تفهموا الرولز قوي وبالسرعه دي تلقنوها للشباب الصغير؟ وانا اللي عرفته كمان واحنا بنتكلم قبل الهوا ان هي اللعبه الميزه فيها ان اي اعمار ممكن تشارك، يعني مش لازم ابدا من وانا صغيره علشان احترف، لا ممكن حتى لو سن كبير يفهم اللعبه على طول ويحترف، فدي برضو نقطه اعتقد حلوه. احنا التركيز بتاعنا اكتر بعد ما سافرنا، قلنا علشان نجهز ناس تقدر تنافس ابتدينا نشتغل على السن الصغير. فابتدينا نمرن الشباب اللي هم من تحت 15 سنه وتحت 12 سنه، وبالتالي احنا كده كده عاملين دوري للكبار. فده اللي خلانا نركز ان احنا في خلال كام سنه نقدر يبقى عندنا فرق
تنافس بقوة وتاخد الصدارة. فاحنا تارجتنا الشباب الصغيرين واشتغلنا عليهم، ادينا لهم مجهود جامد جدا. الشباب اللي سافرت معانا انجلترا وامريكا كان ليهم دور كبير جدا جدا في ان هم ينقلوا الخبرة بتاعتهم للشباب الصغير. النهارده في البطولة الفرق الصغيرة بتاعتنا اللي تحت 15 واللي تحت 21 يعني عاملين مباريات عالية جدا. في جماهيرية بقى، في ناس بتحضر من وقت كمان ما ستيفان كنت بتلعب؟ يعني هو في الوقت اللي هو من 2016 لغايه دلوقتي، هو الناس اللي بتشجعنا هو الناس القريبه مننا واصحابنا اللي احنا بنحاول نوصل لهم يا جماعه تعالوا العبوا معانا. لو الانتراج بتاعك دلوقتي بقى بعد كاس العالم، قبل كاس العالم لما يبقى كان في ناس بنتكلم وان كان في كاس عالم، فكان الناس كلها متحمسه. يعني الاكاديميات جابت ناس كتير قوي، الاكاديميات معظمها هي الاندر 15 واندر 21، فده خلى ان الناس تخش اللعبه كتير. بعد كاس العالم انا متوقع ان الناس كتير قوي هتبقى حابه ان هي تشارك في الرياضه دي، ان هم شايفين ان مصر بطل عالم بالزبط. يعني فان شاء الله كاس العالم جاي لازم نحافظ على طب التغطيه الاعلاميه هناك كان اخبارها ايه؟ يعني كانوا بيغطوا كاس العالم دلوقتي، خصوصا ان مصر هي اللي فازت باللقب. بصراحه ما تترددش يعني قول لو غير كافيه، لان دي تبقى رساله من خلال برنامج الناس بتتفرج. نبتدي نركز يا جماعه، احنا فزنا ببطوله على فكره، بطوله عالم، دي مش اي حاجه. انا مش هقدر اقول ان هي غير كافيه، لكن اقدر اقول كانت محتاجه اهتمام اكتر. اوكي، برساله وصلت برضه. هي يعني هي محتاجه اهتمام اكتر. واحنا على الجمهور، لا يعني لو الشاشات جابت الجمهور، انا فعلا ادركت يعني ايه جمهور بره بيشجع بيرهب الفرق اللي قدامنا. يعني انا دايما ممكن ابقى قاعد بشجع في الاستاد، لكن مش عارف ده مفعوله ايه في الملعب. ايوه صح. لما انا كنت في الملعب مع الفريق بتاعي في الفاينل، لا عرفت يعني ايه جمهور بيشجع بره طول الوقت. يعني احنا في الفاينل تحت 21 سنه، الشوط الاولاني خارجين 10-2 خسرانين 10-2، الجمهور بره يعني كان بيرج المدرج. احنا الشوط الثاني طلعنا 16-12. واو. فلا كان في تواجد جمهوري في الفاينلز بشكل ايجابي جدا وكويس جدا، وعملوا بصراحه شغل كويس جدا 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 معانا. حلو قوي. طيب ستيفان برضو احكي لي عن فكره هنا التجربه بتاعتك كلاعب واللي جاي. انت دلوقتي ما بتمرنش، هل ناوي تمرن؟ هل زي ما كان يعني جو بيتكلم ان احنا ننقل الخبرات حتى لو في الخارج، او الخبرات الموجوده محليا اللي شاركت قبل كده؟ طيب هو انا من 2016 لما سافرت، طبعا مجهود شخصي من كل واحد من 2016 سافر، لكل اللعيبه اللي كانت سافرت. انا كنت جاي للنقطه دي على فكره. كانت ده السؤال الجاي، ما هو فكره هنا هل في صرف بيحصل ولا احنا كلنا مجهود ذاتي؟ لان دي نقطه هنجي لها دلوقتي. لا هو يعني كله كان مجهود ذاتي، وده مش حلو على فكره. في 2016 ان كل واحد لما رجع من الكاس عالم كان كل واحد جمع 9 أو 8 من اصحابه وعملنا فرقه ونزلنا الدوري، فده اللي ابتدى يخلي الدنيا. يعني انتوا اللي بتنقوا بعض كمان، مش ده حقيقة. بس يعني كان كل فرقه في الدوري كان بيعمل زي تراي اوتس، ان الناس تيجي تجرب الرياضه في الفرقه اللي هي بتتعمل، واحسن ناس بيعمل لهم تقييمات يعني بالظبط. وانا كان واحد يعني انا عندي فرقه بتاعتي، فكنت دايما بنقي الناس لغايه لما يعني كل الناس عامه كل بتوع 2016 كان عندهم مجهود جبار ان هم يوصلوا ان الدوري وصل، ان عندنا 23 فرقه في الولاد. كويس جدا. فده كان البيك بتاعنا يعني.